متابعي الكرام، هل ما يجري هو ربيع الجامعات الأمريكية؟ وكيف نقرأ الاحتجاجات بين امرأتين عربيتين في أمريكا؟ من هن؟ وهل يمكن أن يكون هناك موقف لطلبة الخليج في الحراك للجامعات الأمريكية؟ هل يمكن أن يكون لهم دور؟ وهل هي انتفاضة من وحي حرب فيتنام اللي جرت فيها مذبحة كنت ستيت؟ وهل تتكرر مذبحة الطلبة مرة أخرى من قبل قوات الأمن الأمريكية؟ وماذا يريد الطلبة؟ وحتى الآن ما تبعات ما جرى على أزمة غزة؟ السلام عليكم ورحمة الله. حلقة اليوم هي الموقف الخليجي من حراك الجامعات الأمريكية. الموقف الخليجي من حراك الجامعات الأمريكية. متابعي الكرام، تساءلنا هل ما يجري هو ربيع كما الربيع العربي، لكن الربيع يهز الجامعات الأمريكية. في تقديرنا بعد أن وصلت 60 جامعة هذه الاحتجاجات، تتسع دائرة الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية ضد الحرب في قطاع غزة، وأحدثت ارتباك كبير في حسابات إسرائيل ومؤيديها، وأيضا في حسابات الإدارة الأمريكية، خصوصا أنه قد وقع عنف بين الطلبة والشرطة. وعليه فإن التقديرات تقول إذا خسرت إسرائيل معركتها مع الجامعات الأمريكية، إذا خسرت أمام مظاهرات الجامعة الأمريكية، يعني ستخسر الدعم الرسمي لاحقا. تحدثنا أو أشرنا إلى امرأتين عربيتين في أمريكا، فما موقفهما من الاحتجاج وما الفرق بين هاتين السيدتين؟ في تقديرنا أن ما جرى، واحدة خافت على منصبها، وخليجية ما همها منصبها، تكاد أن تفرط في منصبها من أجل قضية نبيلة وعادلة. المرأة الأولى كلكم سمعتوا فيها، هي رئيسة جامعة كولومبيا، نعمات شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا، واللي دقت على الشرطة لدخول الحرم الجامعي لتفريق المتظاهرين اللي هم عيالها الطلبة المؤيدين للفلسطينيين. قامت الشرطة مكافحة الشغب واعتقلت أكثر من 100 طالب وطالبة، كل جريمتهم أنهم حطوا خيام في الحرم الجامعي في إطار احتجاجاتهم على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وهذه اللي خافت على منصبها بنت شفيق، فاستدعت الشرطة، وهي يمكننا أن نقول أشهر صهيونية عربية في أمريكا، وموقفها ينم عن أنانية للمحافظة على منصبها، مش فارقة معها عرب ولا غير عرب. المرأة الثانية هي الشيخة زين الصباح، وفوجئت بتصريح لها، وهي سفيرة الكويت لدى واشنطن، تصريح لها قوي، حتى أني أخاف عليها من أن يتكالب عليها ضباع الكونغرس واشنطن، فهي دبلوماسية وسفيرة، كيف تدخل في الشأن الأمريكي؟ اللي قالت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اللي خيمون في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعسكرون من أجل الحق، يعني الكامبينج أو التخييم اللي يسوونه هو من أجل الحق، ليس فقط من أجل الحق تقول الشيخ الزين، بل من أجل العدالة والحرية والإنسانية والشفافية والمسؤولية والسلام، ومن أجل فلسطين اللي ستتحرر بفضل جهودهم. الشيخ الزين الصباح هي الخليجية اللي ما همها منصبها وصرحت هذا التصريح الشجاع، ونحييها وكثر الله من أمثالها، وليت ربعنا اللي مثلها واجد. هذا لا يعني، لما أقول ليت ربعنا اللي مثلها واجد، لا يعني أنه ليس هناك رجال كان لهم موقف من حراك الجامعات رغم بعدها، وقد يقول قائل إيش دخلنا فيهم وإيش بعدنا عنهم، هذا ليس صحيح. العالم قرية صغيرة ويمكننا التدخل بعدة طرق. كما قلت، هذا لا يعني أن الرجل الخليجي لم يتحرك. أنا أتكلم عن واحد قريب مني وأعرفه، و هو الأستاذ والزميل الدكتور عبد الهادي العجمي، اللي طالب الجمعيات واتحادات الطلابية ونقابات أعضاء هيئات التدريس ليس في الكويت، في الوطن العربي أيضا، بمساندة الحراك الأكاديمي والطلابي في الجامعات الأمريكية. الطلبة يساعدون بعض، الاتحادات تساعد بعض، ومطلوب منهم الوقوف مع الصروح الأكاديمية الطلابية في أمريكا، لأنهم يدعمون أهل غزة، يوقفون حرب الإبادة الجماعية. لماذا؟ لأنه طالما كانت المؤسسات التعليمية
هي القلب النابض لأي حراك في نصرة القضايا الحقوقية والإنسانية كما يرى الدكتور عبد الهادي. فنحييه أيضا على هذه الوقفة الفريدة اللي ما سمعتها من أحد، ولا تقولون فاز على ابن عمك، لكن أنا أمانة ما سمعت إلا دكتور عبد الهادي. طيب، ماذا عن الطلبة الخليجيين في أمريكا؟ هل يا دكتور ظافر تحرض الطلبة حتى يفصلونهم يصير مثل 9/11 عقب أحداث 11 سبتمبر وطردوا كل الطلبة الخليجيين حتى لو مخالفة مرور ردوهم من بعثته؟ يعني الموقف حساس، وهذا مع إسرائيل أنت تحرض الطلبة. ونعيد السؤال، هل يمكن أن يكون هناك موقف للطلبة الخليجيين من حركة الجامعة، من حركة الجامعات الأمريكية؟ نعم، نقول من معطيات قوية، ولكن لنضم إليهم أيضا الطلبة العرب والمسلمين. وما نقوله ليس تحريضا لهم بقدر ما هو آليات أو تكنيكات بإمكان الطلبة العرب القيام بها لدعم من يقف مع قضية العرب المركزية وهي قضية فلسطين. الإحصائيات والمعطيات قوية، طلبة الخليج في أمريكا يقدرون بحوالي 60,000 طالب وطالبة، هذه إحصائيات جديدة 2024، ويتوزعون بين يتوزعون في جامعات أمريكية كثيرة. على الصدارة مجموع الطلبة الشقيقة الكبرى للمملكة العربية السعودية، وطلبتها يوصلون إلى 93,000 طالب وطالبة. تصوروا حجم هذول، وسأقول لكم كيف بإمكانهم أن يكون لهم دور. الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجيا، بلغ عدد الطلاب الكويتيين حوالي 10,000 طالب وطالبة. قطر حوالي 1,000 طالب. ما عندي إحصائيات لباقي الخليجيين، لكن لو أضفنا لهم العرب في أمريكا في السنة الدراسية 22-23 حوالي 135,000 طالب عربي. الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة، يعني الخليجيين والعرب والمسلمين، مجموعة متنوعة ديناميكية ومتحركة، يبنون مساجد، لجان خيرية، دعوة الإسلام، وفعالين الطلبة المسلمين واتحادات الطلبة المسلمين في أمريكا، وهم من مختلف أنواع، مختلف أنحاء البلد الإسلام، العالم الإسلامي، وبإمكانهم أن يدعموا الحراك الطلابي الأمريكي. تقدر أعدادهم بنصف مليون طالب، 500,000 طالب وطالبة، الطلبة المسلمين بما فيهم الخليجيين والعرب، موزعين في المراحل الدراسية اللي من البكالوريوس إلى الدراسات العليا. متابعي الكرام، هذه أعداد تقريبية، يعني ممكن يكونون أكثر، ممكن يكونون أقل بقليل، ولأن هناك مصادر الإحصاءات تتباين وتنوع جهات الإحصاءات في فترة تحديث البيانات، وما حصلنا عليها بدقة، لكن يصلون إلى نصف مليون طالب وطالبة. ما هو أثر المليون أو النصف مليون طالب وطالبة؟ هنا بإمكانهم عمل الكثير. لا نحرضهم على الاحتجاج، لا نحرضهم على الوقوف أمام الشرطة، فهم حالتهم حساسة، وآخر شيء نتمنى، آخر شيء نريده لهؤلاء الطلبة أن تتوقف دراساتهم. حنا كنا في طلبة لكن ظروفنا غير، لكن ألعن شيء أن يردونك بسبب مشاركتك في شيء ضد القانون الأمريكي. أنا أقول أن هؤلاء النصف مليون يستطيعون شرح القضية لزملائهم، ونراهن عليهم بالتأثير السياسي بشرح آرائهم وشرح القضية الفلسطينية بحذافيرها، بقراءتنا لها وليس للقراءة الصهيونية المتداولة في أمريكا. لذلك قد يتشكل ما يشبه اللوبي الطلابي ولهم تأثير. إيباك ومن على شاكلته هي يحاورون بالرأي وليس فقط بالمال أو بالقوة. اثنين، بإمكان الطلبة العرب والمسلمين النصف مليون الخليجيين أو جميعهم اللي مو على سكولرشيب، اللي يدرس على حساب الخاص، بإمكانه التحويل من الجامعات المؤيدة لإسرائيل. فلهم تأثير. هل لهم تأثير؟ نعم لهم تأثير. إذا حولوا من الجامعات اللي تؤيد إسرائيل إلى جامعات لا تؤيد إسرائيل، ستغير هذه الجامعات موقفها. نعيد السؤال، هل لهم تأثير؟ نعم لهم تأثير، وتأثير قوي أيضا. المادة أو المال هي المحرك الرئيسي لكل شيء، حتى للعملية التعليمية في أمريكا. يمكننا الاستعانة ببعض البيانات غير المباشرة لتقدير قيمة الطالب العربي والمسلم في أمريكا من الناحية المادية. قلنا نقدر عدد الطلبة المسلمين كما قلنا نصف مليون، يعني 500,000 طالب وطالبة.
الكلفة الدراسية لكل واحد منهم هو حوالي 50-60 ألف دولار، يعني نص مليون كل طالب فيهم 50 ألف دولار. 70% من الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، يعني مو معطينهم تنزيلات ولا معطينهم نص سكولرشيب ولا نص منحة ولا شيء. تقريبا 70 الثلاث أرباع منهم يدفعون الرسوم كاملة. بناء على هذه البيانات يمكننا تقدير الدخل السنوي المحتمل للجامعات الأمريكية مجتمعة من الطلاب المسلمين يصل إلى 2 مليار دولار. شفتوا أثر الطلبة المسلمين والعرب على التعليم في أمريكا، 2 مليار، 2 إلى ربع تقريبا من الحسبة اللي حسبناها، من نص مليون على 50 ألف دولار أو 60 ألف دولار يصل إلى 2 مليار دولار يدخل الدخل الجامعات الأمريكية من المسلمين. لذلك لهم نفوذ، لهم قوة لم تفعل. أين الاتحادات اللي كل همها بناء المساجد واللجان الخيرية وكأنهم رايحين دعاة إسلام أكثر من أنهم يتفاعلون مع المجتمع الأمريكي؟ نبارك لإخواننا اللي يدخلون الكثير في الإسلام، يقيمون المساجد المراكز الإسلامية، لا بأس من ذلك. لكن أيضا التواصل الحضاري وشرح قضيتنا أيضا دور مناط بهم دون أن يرتكبوا أي شيء يؤدي إلى إخراجهم من الولايات المتحدة. وقد ذكرنا ذلك لأننا نعرف شخصيا ما حدث في 9/11 بعد مهاجمة الإرهابيين بن لادن وجماعته لمركزي التجارة العالمي. كما قلنا، بعد أن وصلت 60 جامعة تتسع دائرة الاحتجاجات داخل الجامعات ضد الحرب في غزة، وكما قلنا كان لحملة الاحتجاجات في الجامعات تذكير بحرب فيتنام. في 68 كان هنا 1968 كان هناك حرب، كان هناك احتجاجات ضد حرب فيتنام، وكان له تأثير كبير هذه الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية في حينها. ولا يستبعد أن يتكرر هذا السيناريو حاليا إذا تواصلت الاحتجاجات بشأن غزة. ماذا يريد الطلبة؟ الطلبة حددوا ماذا يريدون: دعوة الجامعات إلى سحب استثماراتها من إسرائيل، إنهاء العقود المشتركة معها، 2 توقف هذه الجامعات التعامل مع الشركات اللي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والاحتلال في إسرائيل، 3 المزيد من الشفافية حول استثمارات الجامعات وقطع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية اللي تخدم الجيش الإسرائيلي، أيضا يجب سحب الاستثمارات الجامعة من الشركات اللي تقوم بأعمال للجيش الإسرائيلي بحكم أنه يقوم بأعمال إبادة جماعية. متابعي الكرام، كما قلنا أنها انتفاضة من وحي حرب فيتنام. في حرب فيتنام كانت الطلبة يشعرون بالغضب من زج أبنائهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل بحجة مكافحة الشيوعية، بينما هي لتشغيل مصانع السلاح الأمريكية. فحسوا أن حكومتهم تمارس الظلم، وفي كثير من الأحيان كانت تنزل لهم الشرطة ويطقون بعض ويطقون المتظاهرين بعنف. تفاقمت الأزمة وكان هناك توتر، وكان من أهم أشكاله مذبحة مشهورة في التاريخ الأمريكي، مذبحة في كنت ستيت في 1970 في شهر مايو شهر 5، أطلق الحرس الوطني لأوهايو النار على مجموعة من الطلاب فقتلوا 4 وأصابوا 9 بجراح بليغة. أيضا إضراب في جامعة كولومبيا اللي فيها الإضرابات حاليا، كان هذا في 68، وواجه المحتجون عنف الشرطة. مظاهرة في جامعة كاليفورنيا في 69 وطقوا الشرطة الطلبة وبالهروات والقنابل المسيلة للدموع، وأسفر عن إصابات عديدة. متابعي الكرام، تبعات ما يجري لم تذهب سدى حتى الآن. المتابع للمشهد الأمريكي الجامعة الأمريكي يرى أنه مفيد لقضية غزة. كانت أغلبية الأمريكان داعمة لإسرائيل عند بدء عدوانها على قطاع غزة بذريعة هجوم 7 أكتوبر، لكن الرأي العام الأمريكي تغير إلى أكثرية تعارض الحرب وتطالب بوقفها بعد أن رأوا الدمار اللي حدثت في إسرائيل وقتل الأطفال وقتل النساء والإبادة الجماعية. 2، تزامنت المظاهرات مع شيء غريب وهو تغير لهجة الرئيس الأمريكي جو بايدن وخطابه الرسمي، وبدأ يهدد حتى يعني جو بايدن بدأ يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سياسة أمريكا تتغير ولن ندعمكم كما كان مطلقا، ويجب أن تغيروا في أساليبكم في
قتال في غزة. ثلاثة، عزز الحراك الطلابي الضخم القضية الفلسطينية، لأن قادته جاءوا من يعني قادة الحراك الشعبي أو الحراك الجامعات يختلف هذه المرة عن غيره، لأنهم قادتهم من جامعات النخب، النخبة مثل هارفارد، كولومبيا، ييل، وام اي تي للتكنولوجيا وديناميكية، يعني ديناميكيته أعلى منها لأنهم طلبة نابهين، هي الجامعات الصفوة، يعني أذكياء أمريكا هم من في هذه، من الطلبة هم من في هذه المظاهرات. طبعا أغلب العائلات الأمريكية تربي عيالها على الحلم بدخول واحدة من هالجامعات، يعني معناها الشرطة قاعد يطقون عيال العز، عيال الأغنياء، عيال الأثرياء، عيال رجال الكونغرس، عيال القضاء، عيال مدراء البنوك. فهني اللي صعب القضية، وآبائهم يجب أن يقفوا معهم، فيقفون ضد الشرطة وضد الحكومة وضد بايدن وضد ما يقوم به. الحراك الطلابي أدى إلى نتائج سياسية، تحرك ساندرز وجماعة صعود التيار التقدمي أو اليساري اللي في الحزب الديمقراطي، وهذا يهز كرسي بايدن ويهز الحزب الديمقراطي لأنه لا يوافق على إجراءاته. متابعي الكرام، لأن نختم بهذه المعلومة، أن لأن لإيران قرص في كل عرس كما يقال، أعلن الطهران أنها قلقة من تعامل الشرطة الأمريكية مع المحتجين المناصرين للقضية الفلسطينية في الجامعات، وطهران تنتقد المعاملة القاسية لقوات الأمن مع الأساتذة والطلاب. جزاكم الله خير يا طهران، يعني أنتم ما تطقون المحتجين. هذا ما لدي، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني سلام.